السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين موقع كانفا. موقع كانفا من المواقع القوية جدا لتعديل الصور والوثائق والباوربوينت. طيب في قلب الموقع دوت في تولز كتيرة جدا والاب، بتلاقي حاجات خاصة بالبرودكتيفيتي، في حاجات خاصة بالماركتينج، في حاجات خاصة بالكرييتيف. فانا النهاردة في اداة انا كنت محتاجها اللي هي بتحول لي الصورة البيت ماب لاس في جي، فهنستخدمها. اقول له انا عايز الرسالة دوت، فبيقول لي انت عايز تستخدمها في ديزاين من الديزاينات الموجوده ولا عايز تستخدمها في نيو ديزاين. هقول له نيو ديزاين وابدا اختار المقاس اللي انا عايزه. ده يعني مش لازم تحطه في الانستجرام، بس الفكره كلها ان هو الابعاد، تمام، الطول والعرض. وحتى لو عندك اي صوره انت شغال عليها تقدر تفعل التريسر من الابس اللي موجود هنا. تيجي هنا في الابس وتقول له انا عايز افعل التريسر. طيب يعني ممكن تيجي هنا ابس. طيب هو بدأ يفتح التريسر اهوت. كل اللي علينا ان انا هديله صورة ويبدأ ان هو يحولها لصورة فيكتور. ليه؟ على اساس ان انا كل ما اعمل زوم عليها ما تبتسلش مني. البيت ماب بتبقى عبارة عن صور، عن نقط، فالنقط دي كل ما بعمل زوم الصورة بتبوظ، فلازم اختار حاجة تكون اس في جي. فاحنا هنحول الصورة بتاعتنا من بيت ماب لاس في جي. مثلا الصورة ديت، اي لوجو على فكرة لازم يبقى موجود على هيئة فيكتور مش بيت ماب، لان مينفعش لوجو تحط على شاشة كبيرة تلاقيه بكسل معاك او مبقاش واضح. اهو تقدر بعد كده تضيفه للديزاين بتاعك عادي. فلما تيجي تعمل عليه اي زوم هتلاقيه ما بيكسلش منك ولا حاجة خالص.